أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. الهيئة نت نحو 110 بين قتيل وجريح باعتداء ميليشيات التيار الصدري على المتظاهرين. المدى تغريدة جديدة تحرك القبعات الزرق ومتظاهرون ضوء أخضر لمهاجمتنا. العربي الجديد العراق مقتل وإصابة متظاهرين في هجوم مسلح على ساحة اعتصام النجف. صحيفة البصائر هيئة علماء المسلمين شباب العراق المتظاهرون أوعى بكثير مما تظنه الأحزاب. أما القدس العربي إصابة 14 جنديا إسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة. الخليج الإماراتية الحراك اللبناني يواصل الاحتجاج والحكومة تقر بيانها اليوم. الشرق الأوسط مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من جميع التهم في محاكمة عزله. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً أعده مراسله في العراق سؤدد الصالحي، يكشف فيه عن التفاصيل التي أدت إلى اختيار محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه نهاية شهر تشرين الثاني الماضي. ولم يتفق البرلمان العراقي منذ إذ على مرشح توافقي، ويشير التقرير إلى أن التوافق على علاوي لم يجري في العراق لكن في إيران، لافتا الانتباه إلى أن مقتدى الصدر وافق على إنهاء الحراك الشعبي مقابل اختيار مرشحه المفضل وهو علاوي. الكاتب ينقل عن ثلاثة قادة شيعة قولهم إن الاتفاق تم في مدينة قم في إيران الشهر الماضي، فوافق الصدر على إنهاء التظاهرات التي مضى عليها 4 أشهر والمطالبة بتغيير النظام السياسي ومحاربة الفساد. ويريد التقرير نقلا عن قادة شيعة قولهم إن التفويض الذي حصل عليه علاوي لا يشمل الوعود التي قطعها للمتظاهرين، مشيرين إلى أنه تم اختياره لخلافة عبد المهدي نظرا لضعفه وللقدرة على التحكم فيه. وينقل الكاتب عن أحد قادة الشيعة قوله لا يسمح له بفتح أي ملف فساد، ولا تتمتع حكومته بصلاحية اتخاذ قرارات استراتيجية بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ستكون انتقالية. ويشير التقرير إلى أن المفاوضات التي استمرت 8 أسابيع تمت بين الصدر وهادي العامري وهو زعيم كتلة الفتح في البرلمان العراقي وزعيم منظمة بدر. وأضاف التقرير أن معظم اللقاءات تمت في بيت الصدر في قم بينه وبين العامري على حدة، حيث كان يحضر أحياناً مساعد الصدر والمسؤولون الإيرانيون، لافتاً إلى أنهما اتفقا بعد ذلك على أن يكون المرشح لرئيس الوزراء مرشح إجماع بدلاً من قيام أكبر كتلة في البرلمان بترشيحه. ويفيد الكاتب أنه مقابل القبول بمرشح الصدر فإن على رئيس الوزراء الجديد وقف التظاهرات واستعادة السيطرة على أمن البلد والتأكد من عودة مؤسسات الدولة بما فيها المدارس والجامعات إلى الدوام المنتظم. يقول مثل السفينة تغرق إن كثر ربابنتها، هذا ينطبق على العراق، فهو اليوم مثل سفينة تائهة بين أمواج العاصفة، وكل ربان يأتي ليقودها يكون ضعيفا هزيلا وغير حاسم، والسفينة تتردنح والفوضى تعم أرجاءها. سيار الجميل يقول في صحيفة العرب الجديد إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هو قبطان جديد لسفينة غارقة.
كلف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس وزراء للعراق في ظل مظاهرات مناهضة للحكومة والنظام السياسي برمته، وكانت محتدمة منذ أكثر من 4 أشهر، وهي تطالب بوضع حد قاطع للفساد السياسي. وقدم المتظاهرون شروطهم لاختيار رئيس وزراء جديد، ويدرك كل العراقيين أن الرجل الجديد لا يمكن أن يوافق عليه الأحرار من الثائرين المنتفضين، كون شروطهم لا تنطبق عليه أبداً. ولكن رئيس الجمهورية قام بتكليفه إثر فشل البرلمان في القيام بذلك أكثر من شهرين، تاركاً البلاد والعباد بلا رحمة ولا تقديم أي حل ناضج، وفي وقت تزدحم فيه الأزمات السياسية المتعددة. رئيس الوزراء المكلف أو الجديد عضو سابق في البرلمان ووزير سابق للاتصالات، اتهم رئيسه نور المالكي عدة اتهامات إثر خلاف معه، ولكن العراقيين باتوا يدركون أن مزاعم الفساد تطارد أغلب الشخصيات السياسية العراقية. إشادة محمد توفيق علاوي بعد قبوله التكليف بالمتظاهرين، فقد وعد بإبقاء مطالبهم في المقدمة وعلى رأس برنامجه السياسي، كلام كبير لكنه غير نافع، إذ لم يعد الكلام المأسول ينفع من دون اتخاذ أي فعل على الأرض وإجراءات تخطف الأبصار، خصوصاً وقد بات التعامل مع جيل جديد أذكى بكثير مما نتصور. ويرى الكاتب أنه ليس في استطاعة محمد توفيق علاوي الإيفاء بتعهداته، فمجرد إطلاق الكلام المعسول على عواهنه لا يجدي، وبقدر ما أطلق الوعود لم يسكت الاحتجاجات التي انقلبت ضده الآن كونه غير مطلوب، بل وقد غدا المسؤول عن أرواح العراقيين ودمائهم التي لم تزل تهرق منذ تكليفه برئاسة الحكومة، ومن قبله قتل مئات وجرح الآلاف. يبدو واضحا أن عملية تكليف محمد توفيق علاوي رئيس وزراء جديدا للعراق قوبل برفض القوى الوطنية التي يمثلها الشارع العراقي المنتفض لاسترداد هويته الوطنية، بعد أن تم قبوله كالعادة من خلال عملية توافق القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي. أمير البفرجي يرى في صحيفة القدس العربي أن تكليف محمد علاوي استمراراً لمشروع تقسيم العراق. رغم التصعيد الخطير الأخير بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملال إيران نتيجة مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية خلال وجوده في العراق، بيد أن علامات التوافق بين الجانبين لرئيس الوزراء المكلف الجديد، يعني على ما يبدو القبول بالأمر الواقع للاستمرار والحفاظ على حالة توازن التواجد الأمريكي الإيراني في العراق لخدمة الطرفين والسماح لكل منهما بالبقاء في قواعده التي رسمت لإكمال تنفيذ الاستراتيجية التي تخدم كل طرف على حدة، على الرغم من حالة الاختلاف في موازين القوى بين الطرفين والتباعد الأيديولوجي بين الأهداف والنوايا بينهما. وهذه القوة العسكرية الإمبريالية التي تحمل أهدافاً مرسومة تتقدم على رقعة الشطرنج الشرق أوسطية انسجاماً مع ردود الأفعال والأخطاء التي تقوم بها أحزاب وميليشيات إيران التي تهيئ عملية تقسيم العراق والمنطقة. لا شك أن بقاء واستمرار النظام السياسي العراقي بشكله الطائفي الذي يقوده حلفاء إيران من خلال تكليف محمد توفيق علاوي المرفوض من قبل ساحات الاعتصام كرئيس وزراء جديد للعراق، وعدم الرضوخ لمطالب العراقيين في ولادة حكومة وطنية من رحم الشعب، لا شك أن هذا كله سيدفع لا محالة إلى مشروع تقسيم العراق. ويضيف الكاتب أن تكتل حلفاء إيران خلف مشروع إخراج القوات الأمريكية وتشبثهم في الوقت ذاته بنظام حكم عراقي شيعي بوصاية إيرانية سيدفع لا محالة بالعرب السنة والكرد للقبول بالقواعد الأمريكية،
ما يفسح المجال لإقامة أقاليمهم ومن ثم دولهم التي ستبنى بها القواعد الأمريكية، وتحقيق المشروع الذي عصى على الأمريكيين أنفسهم في غزوهم واحتلالهم للبلاد، والذي طالما انتظروه بتقسيم العراق وبناء قواعدهم على أرضه. ليس من المبالغة وصف الانتفاضة العراقية بالثورة، ذلك أنها تحمل المواصفات التي تضعها في هذا الموقع الإنساني الأصيل، لأن شبابها يناضلون ضد الاستبداد والتسلط والعمالة للأجنبي ونهب المال العام، لكي يزيلوا ما علق من شكوك بقدرات شعب العراق على مواجهة مافيات القتل والفساد. ماجد السامرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن المرحلة الحالية ليست سهلة، وقد تؤدي العفوية وعدم التنظيم إلى إنهاء الثورة، وأهم ما على الثوار فعله هو تشكيل قيادة موحدة تلتزم ببرنامج سياسي مرحلي للثورة. كانت الطبقة السياسية تتوهم أنها ستنهي هذه الانتفاضة بذات الوسائل القمعية التي أخمدت بها الحركات الاحتجاجية منذ عام 2012 ضد أبناء المحافظات السنية من قبل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي تحت عنوان القضاء على الإرهاب. حين تشتعل مفاهيم الثورة فمن الصعب تعطيلها وإخمادها، لأنها تختزن كل ما عاناه شعب العراق خلال 16 سنة الماضية. وكانت الاستشارات العمياء من بعض المفكرين الشيعة لحكامهم بأن تتم عملية تقطيع بنيوية وسياسية وأمنية للثورة الجديدة. في مقدمة خطواتها استبعاد الحركة الجديدة من عمقها الثوري الشعبي وحصرها بالمطلبية الإصلاحية، فقدم هؤلاء نصائح ببقاء حكومة عبد المهدي رغم تورطها في حماية القتلة وتشجيعهم. وحين فشلوا لعبوا على أقبح دور، وهو التشهير بشباب الاعتصامات بأوصاف لا ترقى إلى مستوى من يدعي الفكر السياسي الشيعي. وحين فشل دور الميليشيات المسلحة الإيرانية في قتل الشباب بمختلف وسائل القتل ابتداء من القنص الفردي إلى القتل والاختطاف، تحمل هذه المسؤولية الأمنية مقتدى الصدر رغم خلافاته الشخصية مع باقي الزعامات الشيعية في انتقالاته المثيرة بين دعم الثوار ثم الانقلاب عليهم عبر أنصاره من أصحاب القبعات الزرقاء بهدف عدم السماح للثورة بالانتقال إلى مرحلة الاستحقاقات السياسية في التغيير ومصادرتها. كما يرى الكاتب أن المراهنة الموصى بها إيرانيا كانت هي اختراق صفوف الثورة باستغلال عفويتها وسلميتها وعدم وجود قيادة سياسية لها، وفقدان الثورة لهذه المواصفات لا شك أنه يشكل عنصر الضعف، ذلك أن الثوار يواجهون خصما شرسا لا يتردد في استخدام كل الوسائل لإخماد ثورتهم. من استمع إلى تعهدات صهر مقتدى الصدر المنصب حديثا رئيسا لوزراء العراق وهو محمد توفيق علاوي قد يجمح به الخيال، فيخطر على باله أن العراق على يد هذا العلاوي بعد تنصيبه سينام ليلة واحدة فقط ليفيق صباحا وهو ألمانيا جديدة أو سويسرا أخرى، بلا مفخخات ولا طائفية ولا محاصصة ولا عمولات ولا يقول فيه أي شيء، ولا يقول في إبراهيم الزبيدي صفقات. صحيفة العرب اللندنية إن هذه الأحلام الوردية الجميلة التي أمطرها محمد علاوي بكرم كبير على المتظاهرين بعيدة عنهم وعن غيرهم من العراقيين. طبعا ومقدما نتمنى أن يكون هذا العلاوي بطلا وطنيا حقيقيا مغسولا من كل سوء ومتحررا برجولة نادرة هذه الأيام من كل تبعية ووصاية.
فيدخل التاريخ العراقي فيصبح حبيب الشعب وزعيمه الأوحد الجديد. فإذا كان صادقا في عزمه على تنفيذ جميع هذه الوعود، الأكبر منه ومن الذين عينوه، فهو لن يكون إلا واحدا، إما مختلا وإما مصابا بالزهايمر، وإما منفصم الشخصية وسابحا في أحلام اليقظة، وإما محتالا أشرا عنيدا يتعمد خداع الشعب المنتفض. وهو في جميع هذه الحالات مرفوض سلفا، ولن يمر ترشيحه بسلام. وجدلا، نفترض أن محمد علاوي مخلص وصادق ومصمم على الوفاء بوعوده، وخاصة فيما يتعلق منها بالمجرمين الذين سفكوا دماء شباب الانتفاضة، ثم أجرى فور تنصيبه تحقيقات جادة وعادلة، ثم تبين له أن الذين ارتكبوا جرائم القتل والاختطاف والاغتيال هم مجندو بدر أو حزب الله أو العصائب أو الصدريون، هل بإمكانه حينها أن يحيلهم إلى القضاء؟ ثم إنه وعد المتظاهرين بمحاسبة الفاسدين. ترى لو اكتشف أن أكبر هؤلاء الفاسدين وأخطرهم هو نور المالكي أو هادي العامري أو قيس الخزعلي أو مقتدى الصدر أو كبار أعوانهم، فهل في إمكانه أن يأمر باعتقالهم ثم يطاع؟ وبحسب الكاتب فإن الخلاصة هي أن شيئا جادا لا يتغير في العراق الإيراني الأمريكي ما دام السلاح ليس في يد الدولة، وما دامت الدولة في أيدي قادة الميليشيات، والميليشيات في يد إسماعيل قاني. قال الدبلوماسي الأمريكي والزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مارتن أندك إن خطة ترامب غير المنصفة للسلام في الشرق الأوسط لم تترك أي شيء للتفاوض عليه. وجاء في مقال نشره موقع فورين أفيرز أن فريق الرئيس دونالد ترامب المكلف بخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط قدم خطة شاملة وحلا إبداعيا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع أن ترامب كان عجولا في شجبه الخطط الأمريكية السابقة، إلا أن فريقه بنى مبادئ الخطة الجديدة واستعار كلمات من الخطط السابقة. في الوقت الذي حاول فيه الوسطاء الأمريكيون السابقون بناء أرضية اتفاق من خلال ردم الهوة في المواقف المتباينة للطرفين، حل فريق ترامب القضايا بخفة يد عبر التعامل مع قضايا الحل النهائي بدعم الموقف الإسرائيلي حتى قبل بدء المفاوضات. فقد اهتم المفاوضون الأمريكيون بتأمين الحدود بين الأردن والدولة الفلسطينية في المستقبل، حتى لا تتحول الحدود إلى بوابة لعبور الأسلحة والمسلحين إلى الضفة الغربية ومنها إلى إسرائيل. وفي عهد إدارة باراك أوباما السابقة قام فريق من الخبراء الأمنيين الأمريكيين وبالتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين والفلسطينيين، قاموا بتطوير خطة تقوم فيها قوات الأمن الفلسطينية تدريجياً بتحمل المسؤولية عن الحدود. ويقول الكاتب إن فريق ترامب استعار من تلك الخطة المعيار الأمني الذي يتم تطبيقه بدلاً من ذلك على الأمن الداخلي الفلسطيني. وأسوأ من كل هذا هو أن ترامب قدم خطته كإملاءات، وكان يتحدث وكأن كل شيء تم التوافق عليه بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وما على فريق أمريكي إسرائيلي وليس فريقا إسرائيليا فلسطينيا تحديد معالم الحدود التي أقرتها خطته، فكل الغنائم بيد إسرائيل، وكل ما يجب على الفلسطينيين فعله مقابل موافقة ترامب على دولة لهم هو التخلي عن 30% من الضفة الغربية. كما يرى الكاتب أن على الفلسطينيين تجاوز خطة ترامب من خلال عدم الدخول بمفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستشكل بعد الثاني من آذار المقبل، ويجب أن يقوموا بهذا بناء على القرارات التي صدرت في الماضي عن مجلس الأمن التي دعت إلى حل الدولتين، وعلى القادة العرب تقديم الدعم للموقف الفلسطيني وتعبئة المجتمع الدولي بطريقة تجبر ترامب على التخلي عن خطته وتقديم حل متوازن
وواقعيا لأزمة القرن. ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتي أن خبراء دربوا كلابا حتى تتمكن من اكتشاف أمراض الأشجار بدقة قبل أسابيع وحتى سنوات من ظهورها على أوراق الشجر وجذوره. ونتيجة النجاح بلغت في إحدى التجارب 95%. وقال تيموثي جوتوالد الباحث في وزارة الزراعة الأمريكية إن هذه التقنية عمرها آلاف السنين تعتمد على حاسة الشم عند الكلاب، لكن الأمر الجديد هو أنه وفريق البحث قاموا بتدريب الكلاب على البحث عن البكتيريا التي تصيب المحاصيل الحمضية، وأضاف أنه كلما تم اكتشاف المرض في وقت مبكر كلما كانت هناك فرصة لإنقاذ المحصول. وأظهرت الدراسة أن الكلاب تعد أسرع وأرخص وأكثر دقة من الأشخاص الذين يجمعون مئات الأوراق لتحليلها في المعامل. نتابع بعض صور الكاريكاتور التي انتقيناها لكم من صحف اليوم. نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الأقلام، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.